لا يعرف إنسان. معلش do it for me. قول شو ما بيعرفوا العالم. شي عنك بوح ما حدا بيعرفه غيرك. يا ويلي يلا ما حدا بيعرفه غيري أنا. مصطفى إذا أنا بدي أقول لك إشي ما حدا بيعرفه غيري، ما أنا قلت لك ما عندي أسرار يعني. قولي يا يعني والله شو بدي أقول لك. أوكي أنا ما بحضر برامجي، بحب كون عطول لوحدي يعني بعيدة عن العالم اللي ما بعرفهم الغرباء. ما كتير هذا حيزعل يمكن العالم، ما كتير بتأثر لما مثلا حدا يقول لي إنه بحبك أما أنت حلوة، بفضل إنه حبيت برنامجك بس مش شيء شخصي عني. أوقات كتير بندم على الحياة اللي أنا اخترتها لأنه بتخدني عن الشيء اللي أنا بحبه كتير اللي هو إن أنا أكون أم وأقعد بالبيت وأطبخ وأكون مع أولادي. فهيدي الحياة اللي أنا هلأ بجبر حالي إنه عيشها بعيدة عن جوال اللي خلقت من 46 سنة اللي بتحب الورد والكوكليكو والمارغريت والغيوم والبحر وال صخر صوت الموج والغز البنات وال سو يمكن هول الاشياء اللي بيصدموا العالم ويمكن صعب على العالم انه يصدقوها. وبحبك. الوقت مرق بسرعه كثير كبيره مع سيده استثنائيه، وانا اقول استثنائيه لانها كذلك، مش لاني بعرفها، لأني بعرف كيف حفرت بالصخر حتى صارت تريد مارك، علام التريد مارك ولاند مارك. جول ماردينيان شكرا جزيلا لك. هاي ما حتكون آخر مرة شو. أنا عن جد يعني شو بدي أقول لك، مشبعت من هاللقاء الرائع اللي حسيت لحالي لأول مرة أنا قاعدة قدام إنسان عظيم عم نحكي كأنه نحن قاعدين بالبيت. ثانك يو. كل عام ثانك يو وأنت بألف خير.